السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم فتاح بوعزاوي، رئيس الجمعية الجهوية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بجهة الرباط سلا قنيطرة الجديد. اليوم كان عرس بامتياز الجديد المكتب المسير الجديد. نتمنى إن شاء الله نتوفقوا في المهام ديالنا، لأن مهمة راه ماشي سهلة، مهمة إن شاء الله اللي غادي نحاولوا ندافعوا بها بكل سماتة على الحقوق والواجبات ديال عمال المقاهي والمطاعم. من تأطير وتكوين إن شاء الله، وكنتمنى الإخوان كاملين يساهموا كل واحد من الموقع ديالو باش إن شاء الله نجحوا كاملين في هذه المهمة، لأن هذا راه تكليف ماشي شريف. اليوم كان انتخاب ديال الرئيس ديال الجمعية الجهوية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بجهة رباط سلا قنيطرة، والحمد لله حاولنا في القانون الأساسي نديروا فروع باش كل واحد يشتغل من الموقع ديالو. كل مدينة إن شاء الله غادي يكون عندنا فيها فرع باش تعاون هذا المكتب المسير، لأن هذه راه مهمة ومسؤولية ديال الجميع، ماشي ديالي بوحدي، ماشي ديال المكتب المسير، ديال الجميع، وكل واحد خصو يهز الحمل شي شوية إن شاء الله. الإخوان ديالنا في المكتب المسير القديم راه داروا اللي عليهم وداروا مجهودات جبارة تحسب لهم، وراه دخلوا للتاريخ بكل صراحة، لأن دقوا البيبان، دقوا مؤسسات حكومية وغير حكومية، عقدوا لقاءات، ولكن جات كورونا اللي عثرات شوية الوتيرة. الحمد لله حنا جينا دابا في هذه اللحظة هذه، لأن إن شاء الله الآفاق مفتوحة، المؤسسات مفتوحة، حنا خصنا غير نجتهدوا وخصنا نبحثوا، وراه إن شاء الله غادي نوصلوا للمبتغى ديالنا. وتحية لكم وشكرا. السلام عليكم، معكم جمال القراري، رئيس الجمعية الجهوية المهنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بمدينة سلا الرباط القنيطرة. اولا وقبل كل شيء تنبغي نشكركم على الحضور ديالكم والدعم ديالكم والمسانده لهذه الجمعيه اللي هي الحمد لله دابا في صدد اعاده تاسيس المكتب الجديد اللي مر عليه حوالي 3 سنوات. وتنشكروا كل من دعمنا في الثلاث سنوات الماضيه، وكل من ساندنا، وكل من حاول يدافع معنا على هذه المعاناه اللي كنعانيو منها حنا كمستخدمين، واللي بغينا نوصلوها ومازال ان شاء الله الرحمن الرحيم في طريق النضال توصيل المعاناه ديالنا. وصراحه باش نكونوا واضحين، انا قبل كل شيء تنبغي نشكر جنود الخفاء اللي دعمونا، ما اعضاء المكتب فهم الا يعني قائدين السفينه، ولكن اللي دافعين السفينه وراكبين معنا في السفينه تنشكروهم، واللي تاقوا فينا تنشكروهم من قريب ومن بعيد. وحنا راه ماشي ان شاء الله الرحمن الرحيم وناضلين غادي ان شاء الله في طريق النضال حتى نوصلوا للمبتغى والاهداف ديالنا، وحنا راه كاينين بحول الله عز وجل، ومازال غنكونوا كاينين وغنوصلوا للمبتغى ديالنا بحول الله. حنا المطالب ديالنا تفعيل مدونه الشغل اساسيه، حنا تنطالبوها بتفعيل مدونه الشغل. احنا بغينا البطاقه المهنيه كمستخدمين ما عندناش، بغينا وزاره وصيه تضمنا كمستخدمين، ما ضمنتها وزاره غير معترف بنا على الصعيد الوطني في اي وزاره مشينا بحثنا على انفسنا، احنا غير حتى بالنسبه لغرف التجاره والصناعه والخدمات اي غرفه مهنيه احنا غير موجودين فيها بتاتا. وبغينا كل شيء تسجل بالصندوق ديال الوطني الضمان الاجتماعي، لان من ابسط الحقوق ديالنا هي الحمايه الاجتماعيه والصابئه سيدنا، حنا بغيناهم يفعلوا القانون. السلام عليكم ورحمه الله، اولا كنشكركم على الحضور ديالكم معنا في هذا الجمع العام العادي من اجل تجديد المكتب المسير للجمعيه الجهويه المهنيه المستخدمين المقاهي والمطاعم. كما كتعرفوا ان هذا القطاع الناس اللي خدامين فيه كيعانيوا، واليوم الحمد لله ان تاتت لهذه الجمعيه وجات باش تناضل من اجل اعطاء الحقوق المهضومه ديال هاد العمال. كما كتعرفوا ان نسبه العمال كثيره في هذا القطاع هذا، ولكن ما عندهمش الحقوق ديالهم، ما كيستافدوش من الحقوق ديالهم. حنا هنا كنطالبوا بتفعيل مدونه الشغل، كذلك كنطالبوا بالحمايه الاجتماعيه، لان الا بغينا نشوفوا ان هاد الناس اللي خدام في هذا القطاع ربما كيمثلوا نسبه اكبر من حيث العدد من بعض في المجالات اللي كاينه في القطاع الحكومي ديال المغرب كامل. ولهذا ملي كيجيو يطلوا ويبحثوا على نفوسهم كيلقاو بانهم غير مصنفين، ما كاينش حتى شي مؤسسه اللي كتعترف بهاد العمال هادو. حنا اليوم من خلال هاد المؤسسه اللي كنمثلوها كنطالبوا بان بالتصنيف ديالنا حنا كعمال المقاهي والمطاعم، كنطالبوا بتفعيل مدونة الشغل
هاد عمال المقاهي والمطاعم كنطالبوا بالاستفاده من الحمايه الاجتماعيه لجميع عمال المقاهي والمطاعم، لان عيب من العيب والعار ان هاد الفئه هادي تبقى غير معترف بها في هاد الوطن الحبيب. وشكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.